باجي بعد الحاج مناه الله يرحمه، وباجي أترحم عليه ونقرأ القرآن ونطلع الحاجة الصدقة اللي عليه، وبعد كده بناخد عادتنا ونروح للظهر. آخر يوم رمضان بجيب الفاكهة والحاجة وبجيب الفطير والحاجة ونيجي، وإن ما كانش بقى طلع صدقة يعني كده بالفلوس لأي حد. باجي في اليوم دوت مستديم وبجيب ولادي وكده، بس النهارده عندهم ظروف، وعلشان برضو يتعودوا وبياخدوا الطبع دوت، وانا برضو واخداه من اهلي من سنين عمر، ان انا متعوده وكانوا بيطلعوا ويطلع معاهم واخدت الطبع دوت. ودي لازم الناس دي شيء تعبت علينا كتير وربونا كتير، ودي اقل حاجه يعني نقدر نطلع في سبب رحم. كل سنة لازم نكون متواجدين في الحب، زيارة المقابر بتزود من صلة الرحم للعائلة كلها. أجواء العيد بالنسبة لنا احنا هنا كترابية، الصبيان اللي متواجدين معانا بالحواش اللي هي موجودين المدافن، يعني في مقابر تراب في حواش، الحواش بتتكنس وتتمسح، وبالنسبة للتراب بتترش، الأرضية بتتكنس والأرضية بتترش، وبنستعد لاستقبال الزوار اللي هم ليهم اقاربهم يعني متوفين، فبدل من انك تحتفل العيد بره باذن الله ملوش اهل، يجي يسلم في المقابر. دي ممكن شاب بيقابل مثلا واحده فتاه قاعده في المقابر، فبيسال مين دي؟ بيقول مثلا دي قريبتك ده كذا، بيعجب بيها وبيعجب بيهم، بيطلعوا من هنا بيتفق معاه، لا طبعا عايز ازوركم، بيروحوا طبعا البيت، بسمع ان هم بعد كده ان هي اتخطبت وانت كان وشك حلو علينا وحصل كذا والبنت اتخطبت مبروك، وبنفرح لهم طبعا اولادنا، ولازم نفرح لهم. مش بنبهرج يعني في الزياره، هي زياره للاستفاده مش للمواعظه، مش للبهرجه ومش للعب ومش لاي حاجه، هي زياره لصله الرحم، نفتكر امواتنا ونقرا الفاتحه للمسلمين اجمعين.